السلام عليكم. عليكم السلام. باسم الكريم. علي بن ناصر طحبي. الأخ العزيز علي، ما أبرز يعني المكتسبات التي وجدتها من خلال دورات إنعاش العقل؟ طبعاً دورات إنعاش العقل أفضل مكتسباتها أنك تكون عندك ثقة بنفسك. أنك أنت تقدر تحفظ. نعم. لأن أي شخص ما عنده ثقة يتردد كثير ويتشتت. نعم. فكرياً. نعم. لا يقدر أن يستمر الحفظ. ما شاء الله. أيضاً صوار في الذهن كثيرة من غير وسوسة الشيطان. نعم. والأفكار القديمة. فأبرز ما يكون ثقة النفس. إنزين. وأيضاً مهارة القراءة البصرية السريعة. يكون عندك بديهياً وفهم عميق. كيف تدفع أنت هذه تشتت الذهن، السرحان، الذكريات القديمة، كيف تدفعهن؟ هذا تدفعهن بكثرة القراءة وسرعتها. كل ما تكون سريع في القراءة ما يكون عندك سرحان. في مسائل الحفظ، أيهما أسرع وأنسب برأيك من خلال التجربة، بالقراءة بالمشاهدة أم بالسماع؟ هو بالسماع يكون أفضل. كيف؟ حتى يكون الإنسان تحدي. وأيضا مهارة السمع أقوى. نعم. لأنها تنشأ من يوم هو صغير. من هو طفل في جنين في بطن أمه. وهذه المهارة. نعم. تكون شغالة معه. نعم ما شاء الله. حتى كان الصحابة تلقوا في السماع. هذه المهارة كانت قديمة. نعم. كانت أفضل وأثبت. ما أبرز الصعوبات التي يجدها الإنسان الذي يدخل في دورات إنعاش العقل؟ أول شيء الصعوبات اللي هي التراكمات الموجودة في الإنسان من أفكار قديمة ومهدمة. دائما يعني حصل الإنسان أن هذا كيف وليش. نعم. وما أقدر. هذه ماشي. نعم. لما تدخل الدورة طبعا يعطوك دافع. دافع إلى أنك كنت قادر. نعم. تستطيع. نعم. فالإنسان خلق أن يقود. نعم. صدقت. جزاك الله خير. سؤالنا تفضل. بالنسبة لكيفية التوفيق بين القراءة السريعة والتدبر. نعم. القرآن الكريم، لأنك لما قرأت بسرعة ربما قل التدبر عندك. نعم جميل. القراءة السريعة هي منهج الاستذكار وأيضا عدم وجود التشتت للعقل. فالتدبر تقدر تجعل ختمة أنك تتدبر فيها وتتأنى من غير الحفظ. هذه قراءة تعبدية. نعم. وليست تدبرية. صدقت. بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يحفظك. يشوف العلماء يجلسوا يتدبروا بالساعات. نعم. آية. لكن التلقين تريد أجر، يعني الصفحة الواحدة ما يقارب 7000 حسنة. نعم. 7000 حسنة أنت في دقيقة إذا تنتهي تختم جزء كامل في أقل من 4 إلى 5 دقائق. نعم. بصريا. نعم ما شاء الله. يعني كم من الأجر والثواب. نعم صدقت. بارك الله فيك، جزاك الله خير.